وما زلنا طبعا مستمرين في تغطية حية من داخل مهرجان العلمين. نروح للزميل العزيز حسن غريمة. حسن، مساء الخير عليك، وطمنا عنك وأخبار العالم. العلمين عندك عامل ايه؟ من مدينة العلمين الجديدة برحب بيك زميلي العزيز أحمد كيوان، وبرحب بكل السادة المشاهدين. الحقيقة يا أحمد يعني الأجواء هنا جميلة، والأجواء هنا استثنائية مع بداية انطلاق مهرجان العلمين 2023 بشعار العالم مع العلمين. والحقيقة امبارح حتى في المباراة اللي كانت موجودة، الاستعراضية اللي كانت موجودة ما بين الأساطير المصرية واللاعبين المصريين القدامى اللي كانت موجودة على شاطئ البحر المتوسط، تفاعل معها عدد كبير جدا من الجمهور المصري والجمهور من الإخوة العرب اللي كانوا موجودين امبارح بالعشرات والالاف مع افتتاح مهرجان العلمين الجديده اللي الحقيقه بيتالق ودايما بيزدهر. والحقيقه مدينه العلمين مدينه جميله ومدينه رائعه من حيث الاجواء الجميله، الاجواء الصيفيه، عدد كبير جدا من المصريين بيتوافدوا على مدينه العلمين عشان يستمتعوا بالمهرجان وفعالياته الجميله اللي بالمناسبه يا احمد المهرجان بدا امبارح وهيستمر حتى منتصف اغسطس المقبل عشان الكل يستمتع بالاجواء الصيفيه في درة مصر العلمين الجديدة، واحدة من كنوز مصر وأجمل البقاع الموجودة في مصر الحقيقة. والعلمين الجديدة اكتشفنا من خلالها واحدة من كنوز مصر الجميلة. كل الأجانب اللي موجودين هنا بيشيدوا بحسن استقبال أهل العلمين والمصريين ليهم الحقيقة. وخلال بقى الشهر ده والشهر اللي جاي في العلمين الكل فيه مفاجآت كبيرة جدا من خلال الحفلات الغنائية لأكبر النجوم الغناء في مصر وفي الوطن العربي، هيكونوا موجودين هنا في العلمين عشان إحياء من أجل إحياء العديد والعديد من الحفلات الغنائية الساهرة الموجودة هنا عشان الكل يستمتع بالأجواء الصيفية. كمان هيكون موجود أتيليه وعروض أزياء من أكبر مصممين الازياء الموجودين على مستوى العالم. وفي الفتره اللي جايه كمان هنشوف نجوم عالميين وبلوجرز عالميين موجودين من كل انحاء العالم هنا في بقعه الجميله من ارض مصر العالمين الجديده. العالم عالمين بالتاكيد كمان الكل كان بيستمتع بمشاهده المباريات من خلال شاشات العرض اللي موجوده على البحر الابيض المتوسط هنا في شط العالمين. الجو هنا استثنائي لان دايما ما تحسش قوي بالاجواء الصيفيه وحراره الشمس، لكن الجو هنا جميل سواء الصبح سواء بالليل، الكل بيستمتع هنا بالاجواء الصيفيه في الشواطئ المفتوحه هنا في العلمين الجديده. المياه الحقيقه يعني البحر هنا ميته جميله جدا، صعب جدا ان انت تلاقي بحر بالجوده دي وبالجمال ده وبالرمال الذهبيه اللي موجوده هنا في العلمين الجديده. النهارده بعد حوالي اقل من حوالي 3 ساعات هيكون بقى موجود مباراه الادوار النهائيه للمباريات اللي كانت بيتم تنظيمها هنا للاساطير المصريه لكره القدم. امبارح شفنا عدد كبير جدا من نجوم الكره المصريه موجودين هنا على شط العلمين، كابتن حازم امام وكابتن احمد حسن وامير عبد الحميد ومحمد الشامي والشريف عبد الفضيل ونجوم كبيره جدا وكابتن عماد متعب وكابتن محمد فضل. كل الحقيقه كان مستمتع جدا بقى مع الجمهور وكانوا بيطلعوا مهارات في الكوره ما شفناهاش وهم لعيبه، كانوا متفاعلين بشكل كبير جدا بقى على الرمله الذهبيه اللي موجوده هنا في العلمين، كانوا متفاعلين وبداوا بقى بيلعبوا ماتشات بجد وكانت ماتشات قويه جدا. وفريق عصام الحضري امبارح كان متالق بشكل كبير بالرغم من خسارته. النهارده بقى هنشوف المباريات النهائيه لاساطير الكره المصريه على شاطئ العلمين بحضور جماهيري كبير جدا. امبارح كان الحضور جميل جدا، العشرات والالاف كانوا موجودين وعايزين يدخلوا المباراه عشان يستمتعوا بالاجواء الصيفيه. يمكن دي كانت ابرز الاجواء والكواليس الموجوده هنا من مدينه العلمين والعالم علمين. بنتابع معاكم اجواء وكواليس دايما مهرجان العلمين 2023 بالتاكيد. العوده اليك زميلي العزيز احمد كيوان، تفضل. مشكورك زميل العزيز حسن غنيمة، يمكن تغطية حية ويعني نقل حي بكل التفاصيل لحظة بلحظة من كل الأحداث سواء بقى الرياضية وغيرها من الأحداث. بشكرك، يمكن دي تفاصيل ولينك بسيط جدا من العلمين. مستمرين في التغطية لأن ينتهي هذا الحدث ومعه كل الرسائل المهمة جدا أن مصر بخير والعالم علمين. نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبار أون تايم.